انطلاق تصويت المصريين بالداخل في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في 14 محافظة. وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي الجيش الثاني الميداني ويشيد بدورهم الوطني في قتال العناصر الإرهابية. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وزيرة الصحة تتوجه إلى السودان لدعم متضرري السيول. موجز الأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. انطلقت اليوم أول أيام عمليات الاقتراع في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في الداخل، والتي تستمر حتى 9 من مساء اليوم، وذلك لحسم 26 مقعدا بالنظام الفردي في 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى، حيث فتحت اللجان الفرعية أمام الناخبين في الداخل للتصويت في جولة الإعادة من الانتخابات، والتي يخوض خلالها 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردي في 14 محافظة، وهي الجيزة والقليوبية وبورسعيد والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومطروحة. وعلى صعيد متصل، كثفت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لتأمين جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020. المزيد في سياق هذا التقرير. استنفار أمني وجاهزية للقوات لتأمين جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ والتي يتم التصويت فيها على مدار يومين. وزارة الداخلية وضعت خطة تأمينية تشارك فيها قطاعات الوزارة بعناصرها المدربة ذات الجاهزية العالية والمزودة بأحدث التقنيات والمعدات التي تتيح لها سرعة التعامل مع أي خروج على القانون والمستجدات والطوارئ. تعتمد الخطة الأمنية على انتشار واسع لعناصر التأمين والخدمات الأمنية بمحيط مراكز الاقتراع المختلفة على مستوى الجمهورية ووضع ارتكازات أمنية أمامها، مع إجراء عمليات تمشيط متواصل بمحيط اللجان. بالتزامن مع تلك الإجراءات الأمنية يتم تأمين المنشآت الهامة والحيوية. تنتشر عناصر من قوات التدخل السريع والأقوال الأمنية التي تتميز بسرعة الحركة والجاهزية للتعامل الفوري والسريع مع كافة المستجدات الأمنية. ومن خلال غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية يتم المتابعة اللحظية للحالة الأمنية على مستوى الجمهورية من خلال ارتباطها بغرف العمليات بمديريات الأمن لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية. درجة الاستعداد لدى القوات وصلت إلى المرحلة القصوى لتأمين هذا الاستحقاق الانتخابي، وبما يوفر مظلة أمنية يمارس من خلالها المواطن حقه الدستوري في اختيار من يمثله في مجلس الشيوخ، لتؤكد الشرطة المصرية قدرتها ونجاحها في تأمين مثل تلك الاستحقاقات. وفي سياق متصل أيضا، كثفت عناصر القوات المسلحة من تواجدها كاحتياطات قريبة وبعيدة في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتقديم الدعم اللازم لعناصر التأمين والتصدي لأي عدائيات محتملة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة في تأمين جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية. واتخذت كافة الإجراءات اليقظة والاستعداد العالي بنطاق محافظات الجمهورية المقرر أن تجرى بها جولة الإعادة لمتابعة أي أعمال قد تعرقل سير العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول محمد زكي بعدد من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالدور الوطني الذي يبذله رجال الجيش الثاني الميداني في تكفيف منابع الإرهاب وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس باعتبارها أحد الشرايين الرئيسية للأمن القومي المصري. كما أشاد وزير الدفاع بدور أبناء سيناء الشرفاء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية. توجهت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على رأس وفد طبي رفيع المستوى إلى السودان صباح اليوم لتقديم الدعم الطبي اللازم لمساندة السودان في مواجهة السيول التي اجتاحت البلاد خلال الفترة الأخيرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد أكدت الوزارة استمرار فتح الجسر الجوي بين البلدين بتوجيهات الرئيس السيسي لنقل المساعدات الطبية إلى السودان دعما للمنظومة الصحية هناك. وتم وصول 5 طائرات خلال شهر أغسطس محملة ب 22 طنا و 325 كيلوغراما من الألبان والأدوية الأساسية للأطفال وأدوية الطوارئ، بالإضافة إلى 25 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية لمتضرري السيول. أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات في يوم 17 من أكتوبر المقبل، ويستمر حتى يوم 5 من شهر فبراير 2021. واستعرض الوزير في مؤتمر صحفي اليوم ما تحقق خلال العام الدراسي الحالي سواء من امتحانات إلكترونية أو امتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه تم توفير منصات إلكترونية ساهمت في المرور بالعام الدراسي، موضحا أن العام الدراسي الجديد سيكون مختلفا حسب كل مدرسة، والوزارة وضعت ضوابط لتوزيع الطلاب على الفراغات حسب الأزمنة بشكل لا يحقق انتقاصا في المناهج التعليمية أو العملية التعليمية، موضحا أن نظام التعليم الجديد وصل إلى الصف الثالث الابتدائي وبه 8 ملايين طالب، وحتى السادس يوجد 6 ملايين طالب بإجمالي 23 مليون طالب حتى الثالث الثانوي. انطلقت اليوم المرحلة الثانية لمبادرة رد الجميل بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير لتوزيع السلع الأساسية لأهالي قرية جزيرة الشندويل بمحافظة سوهاج. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية لكل مواطن مصري. قطار مؤسسة حياة كريمة وصل محطته في صعيد مصر. كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار. دمتم بخير وإلى اللقاء.